أوائل. مرحبا لوين؟ عند المختار. شو منه هون؟ لا بلا هون وعم يختم، بس انا حابب هوي وانتقع هون. يا حوم انا كيف مسكر؟ ليه متضايق؟ لا متضايق لانه هيك المختار هذا قطيع تقطعه من بين المخاطير. عشون دخبوه ومين اللي جابه؟ ما كنت افهم. ليه مضايق منه هالقد يعني انت؟ مضايق منه؟ انا اللي مضايق منه؟ ليش انا بحط عقلي بعقله؟ لك اساسا عائلته بعرفها كلهم، كلهم هول مقطعين وموصلين، كيف انتخبوه مختار وكيف صار مختار وعينوه هون؟ ما كنت افهم. بس في عندي هالمعامله اللي لازم يعمل اياها، ما في غيره يعملها لانه شاطر. لك روح حبيبي روح، ما راح يجي هذا، هذا بعرفه انا ليك. صارت الساعه 11 ونص وما بيجي. معقول هذا يجي؟ ما بيعرف انه الناس عندها شغل؟ بس هو ادمي بعرفه انا. ادمي ايه؟ الله لا يوفقك يا هالمختار، الله لا يوفقك. 11 ونص انا تاخرت، بدي روح. خلص برجع لعنده بعدين. روح يا خي روح، الله معك روح. ليش بعد يجي هو؟ معقول ايه؟ معقول اللي عم بيصير؟ العالم كلها عم تروح وتجي. خير شوفي اللي عم تعيد. اللي عم عيد؟ هلا كنت انا واقف واجوا ثلاثة أربعة وراي ناطرين هالمختار الأهبل المجدوب وما اجى. ويا حو تفضل بعده مسكر. ما اجى بعد ما اجى. لا شو هالمختار هذا؟ هذا مختار؟ هذا خيخة، هذا منه مختار، أنا بعرفه يا خيي. أنا قلت لهم بالهاي، قلت لهم ما تنتخبوا، هذا أبوه كذا، صفته كذا، نعته كذا، أنا عارف، هول كل عمرهم يسهروا بالليالي، هول ما بيهتموا لشؤون الناس. بتعرف أبوه للمختار؟ لو كنت أسهر أنا وياهم، ما هو المختار صاحبي هيك، شباب. طيب وأنت شو عندك؟ لك أنا عندي هالمعاملة بدي أخلص منه، قطيعة اللي تقطعه من بين المخاطير كلها، الله لا يوفقه، ولا يوفق اللي انتخبه، معقول اللي عم بيصير؟ إيه بس لحظة بس. إيه رد خيرات. إيه برجع بحكيك حبيبي. ايه عندي شوية شغل برجع بحكيك. شو بدك تحكي؟ لا تحكي خيي، مختار ما راح يجي. اذا عندك شيء روح، اكيد انت عندك معامله. لا والله انا جاي افتح المكتب. انت ليش بدك تفتح المكتب؟ معامل مختار. اولي انت، انا اشتغلت لك بايدي وباجري مختار. انا جايب لك لحالي 7630 صوت. انت اشتغلت لي يا مختار؟ جراح حدي هون. لا طول بالك. لا لا بس انت، بس انت بتعرف، انت بتعرف المختار. اختم لي هون، انت اختم لي هون. امشي دايما. لا يمل. لا يمل. أهلا وسهلا فيكم ببرنامج الحلقة.